عاملين ايه واخباركوا ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض الكشري المصري. انا جايبه دي الحاجات بتاعته، معايا شعريه ومعايا رز، ده اساسي في الكشري، ومعايا مكرونه نوعين زي ما تحبوا، اساسي سباكيتي، ومعايا المكون الرئيسي الزيت. عندي هنا عدس نقعاه قبليها بيوم، وعندي كمان حمص الشام نقعاه قبليها بيوم. عندي بقى البصل اللي هنحمره ان شاء الله، وكيس صلصه كده مع الطماطم الحلوه اللي هنعملها صلصه، وليمون وفلفل للدقة، وطبعا برضو مكون رئيسي توم، كمية حلوة كده، وكمون وملح وشطة معانا. انت بعد يلا بينا كده. والشعرية نزلت بالمادة الدهنية عليها شعرية، وحطيت عليها الملح، حمرتها كويس. نزلت بالرز بقى عليها. في الجنب التاني كده انا علقت على الحمص بتاع الشام ده عشان نسلقه كويس. حمرت الشعرية، حطيت عليها الرز، حطيت عليها العدس، طبعا العدس منقوع، حطيت عليهم المية وسبتهم يغلي كويس، وبوطي عليهم كده الدقة والشطة بتاعت الكشري. نزلت كده بزيت في حلة صغيرة كده، وعليها الشطة، عليها حبة مية غلوة بس واحدة، بقت معاكي أحلى شطة كشري. تمام. عندي هنا الدقة، عندي توم، عندي نص قرن فلفل، عندي خل، زيت، كمون وملح. هنزل بالزيت والتوم، شوحه تشويحة بس بالفلفلية كده، وانزل بالخل على طول، معلقة ونص كده كمون عشان الكشري بيحب الكمون، وعليها نص معلقة ملح. انزلي بقى بالمية، سيبيها تغلي غلوة، وبعد كده نص كوباية ليمون معصورة بنزلها عليها. تمام. وبتطلع معاكي احلى دقة كشري زي ما انتم شايفين. ده الحمص كنا سالقينه قبل كده مع الرز بتاع الكشري بالملح. تمام. دي الحباش بقى بتاع الكشري اللي كلنا ما نستغناش عنه، صلصة الكشري. عندي توم، عندي ملح، عندي كمون، عندي طماطم، عليها قرن فلفل كده يديها ريحة، وزيت وخل. هنزل بالزيت كده في الحل، عليهم التوم، اشوحه تشويحة بسيطة، عليه الملح، عليه الكمون، ياخد تحميصة كده الكمون، وبعد كده هنزل عليهم بنقطة خل تش كده في الحلة، وبعد كده مش نقطة يعني، هو زي 4 معالق خل كده، وبعد كده هنزل عليهم بطماطم المعصورة، وعليها حبة سكر. هنا انا كان عندي السكر بتاعي مطحون، فعادي مفيش مشاكل. وبعد كده حطيت لها عشان يوازن حموضة الطماطم يعني، وبعد كده سبتها تغلي بقى، وطلعت بالشكل اللي انت شايفينه ده، يدوبك تستوي بس ما تتسبكش ولا اي حاجة. شايفين الجمال؟ على عيني التانية بقى كنت بسلق مكرونة الكشري. نعمل كده البصل المقرمش بتاع الكشري. نزلت كده زيت في الطاسة، وحطيت البصل، وحطيت عليه نشا، ممكن تحطوا معلقة دقيق، وممكن تحط نشا، وممكن كمان تحمروه كده عادي جدا. بيطلع برضو مقرمش بس مش زي اللي هو النشا. تمام. انا كده حطيت نشا، وحطيت البصل زي ما انتوا شايفين كده على النار. هنا بقى المكرونه زي ما انتوا شايفين، باخد معلقتين كده زيت من البصل، وبحطه على المكرونه بتاعت الكشري المسلوقه، بيديلها طعم وبيفرفرها وبيخليها زي الفل. زي ما انتم شايفين طالع جميل جدا جدا، يا رب يعجبكم يا رب. بصوا الجمال، اللون، بصوا الكشري بقى اللي انا عملته، دي ده الشكل النهائي كده بتاع الحلل كده، وكمان بعد ما غرفت. شايفين الجمال؟ مش عايزه اقول لكم بقى كل حاجه طالعه لوحدها مفرفره وجميله جدا. طبعا بقى لما باجي اغرف لازم اغرف طبق كبير كده او حله صغيره كده، واوديها لجيراني عشان هم بيموتوا في الكشري بتاعي صراحه. ولازم برضو اديهم كوباية دقة على كوباية برضو ايه صلصة وكده يعني، بحبش لهم الدنيا. مين بقى زي مع جرينو يعني الحال ما بينهم متيسر كده؟ ربنا يا رب ايه يعني يجعلنا من الناس اللي هم الودين ما بين الجار، ما بين الاهل، ما بين كل دول. سلام.